أتمنى يكون اللي حصل درس ليكي يا بروف جميلة. انت عرفت ازاي اني في العصر ده؟ دي اسئلة ما تخصكيش. وعشان تبقي عارفة، لو فكرت انك تدخلي اي عصر انت او اي حد من العصابة اللي معاكي هتلاقونا هناك. المرة دي رجعناكي معانا، المرة الجاية ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل فيكي. سلام يا بروف. ودخل علينا بالحصنة رسل التتار وكان معاهم كتبغة. انتي تعرفيه يا ماما؟ اعرفه، ده تاريخنا يا حبيبي، وكمان احنا درسناه في المدرسة. دي فترة عظيمة في تاريخ العالم كله. التتار كانوا وباء وبياكل اي حد يقف قدامه، ومصر وقفته وقضت عليه. وقطز كان شجاع جدا، ولما لقى التتار قوتهم هتزيد في المعركة نزل بنفسه ورفع سيفه وضرب يمين وشمال لغاية ما هربوا من قدامه. بطل بصحيح. وبيبرس برضو كان قوي جدا، وكان هو وفرقته في المقدمة لوحدهم،